وللمزيد من المتابعة حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان مأمون العمري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد مأمون. مرحبا بك يا سيدي. سيد مأمون، ربما هناك تطورات بشكل متسارع ومفاجئة أيضا في هذا الإطار. يتوقع البعض أن تكون هذه التطورات بشكل أو بآخر هي انعكاسات لما يدور على الأرض في الضفة الغربية المحتلة وإجمالا في غزة أيضا والأراضي المحتلة بوجه عام، من تصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المدنيين والمواطنين العزال. كيف قرأت هذا المشهد اليوم؟ يا سيدي، لطالما حذر الأردن حقيقة خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية وربما أيضا السنوات الماضية بأن هذا العنف الذي يمارس اليوم على أهلنا في قطاع غزة وعلى أهلنا في فلسطين المحتلة سيفجر الأوضاع، واستمرار الأوضاع والاحتلال الإسرائيلي وممارسته لهذا الإرهاب سيفجر هذه الأوضاع وسينقل الصراع وسينقل العنف إلى مربعات أخرى، وهذا الأمر يدركه الأردن ويعلم ذلك جيدا ولطالما حذر منه وحذر أيضا ودعا إلى اتباع سياسة أكثر اعتدالا من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة اتجاه هذه القضية، وبأن يكون هنالك بحث على الطاولة لإيقاف العنف لإيقاف الحرب الدائرة اليوم على أهلنا في قطاع غزة وما خلفته هذه الحرب من قتلى وجرحى وتشريد وتجويع وكل ذلك. اليوم نحن نتحدث حقيقة عن عملية فردية تمت على الحدود الأردنية الإسرائيلية أو عفوا الحدود الأردنية الفلسطينية عبر جسر الملك حسين. حقيقة هذه العملية تؤشر على احتقان وتضامن من قبل منفذها وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، استغل الأوضاع، استغل بأن هنالك شاحنات أردنية تدخل حقيقة لتقديم العون والمساعدة، وربما أيضا هي من بين الشاحنات التي تقوم بعمليات تجارة بينية ما بين تجار الضفة الغربية الفلسطينيين في رام الله في الخليل إلى ذلك، وأيضا ما بين تجار عبر الأردن. هذه الشاحنة يعني حملت هذا الفرد الذي يمثل نفسه ويمثل أيضا حقيقة جانب من الرأي العام العربي والأردني فيما أقدم عليه. طيب، الهجوم هذا هو الأول من نوعه على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. حضرتك تحدثت أن هذا الهجوم هو هجوم فردي، هل من الممكن أن يستتبعه هجوم أو تطور في التعامل يعني مع القوات الإسرائيلية المحتلة بشكل أو بآخر في أكثر من مكان، ما ينعكس على بشكل كبير على اتساع رقعة الصراع في المنطقة، أم أن هذه العمليات الفردية وإن كانت بسيطة ولكن بأثرها القوي ربما تأتي بانعكاسات أخرى في المستقبل؟ نعم، الأردن حقيقة الرسمي والشعبي يعي حقيقة المخطط الإسرائيلي، المخطط الإسرائيلي الرامي إلى مزيد من الخنق والمزيد من التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الشاحنات كانت تحمل حقيقة ربما في جانب كبير من الشاحنات من يدخل باتجاه غزة يحمل مساعدات أردنية من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يحمل احتياجات يومية حتى ومن باب التجارة إلى أهلنا في الضفة الغربية. فهذا الجسر وهذه المعابر الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية هي رئات يتنفس من خلالها الشعب الفلسطيني، هو المعبر الوحيد حقيقة لأهالي الضفة الغربية إلى العالم، حيث لا مطار، لا حدود، لا معابر يخرجون منها. فهذه الخطوة يدركها الأردن، وبالتالي سيفوت حقيقة الفلسطينيون والأردنيون على حد سواء هذه الفرصة على إسرائيل وغيرها من استغلال هذا الحادث أو أن يتبعه حوادث أخرى بحيث تكون هي
ما يتعلق بالإسرائيليون نحو مزيد من الخناق وتضييق الحصار على الشعب الفلسطيني. وبالتالي أعتقد بأن هذه العملية الفردية سيتم احتوائها، سيتم الحديث عنها حقيقة بدبلوماسية أكبر، وسيتم حقيقة محاسبة ومتابعة من يقف وراءها بكل تأكيد. طيب سيد مأمون، واشنطن بوست تحدثت عن وقف إطلاق النار في غزة مفتاح لحل أزمة الإنسانية، وأيضا يجنب المنطقة حربا إقليمية لا يعلم مداها أو عقباها. كيف برأيكم ترى أن هذا الكلام هو في السياق السليم، خاصة مع قيام بنيامين نتنياهو ربما ومجموعاته من خلال بعض الصحف العبرية تتحدث عن هذا الأمر، أنه هناك تضاؤل كبير في الأمال في التوصل إلى اتفاق هدنة في القريب؟ نعم، واشنطن تأمل ذلك حقيقة، وأيضا تل أبيب تأمل ذلك. يعني واشنطن تأمل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المدى القريب، وأيضا تل أبيب تأمل بأن تتضاءل هذه الآمال وأن تتوقف عربة المفاوضات وأن لا يتم حقيقة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المدى القصير. يعني سياسة نتنياهو وآماله بأن يصل بهذه الحرب إلى حيث يفوز ترامب وتنتهي الانتخابات الأمريكية بإدارة جديدة بإدارة ترامب وحكومة مختلفة، وبالتالي عندها سيفكر وسيعمل على حل المشكلة لإيقاف وقف إطلاق النار أو الوصول إلى هدنة لإيقاف وقف إطلاق النار. وأيضا هنا حقيقة الحديث يتعلق بمصالح خاصة جدا بنتنياهو، وهي سلامته وأمنه من الملاحقة القضائية الدولية ومن الملاحقة القضائية الإسرائيلية. وإذا ما ضمن ذلك بوجود ترامب فإنه سيلجأ حقيقة إلى إنهاء هذه الحرب، إلى إنهاء هذه المأساة، ولو لم يحقق الأهداف التي تم وضعها من قبله ومن قبل حكومته السياسية ومن قبل الحكومة العسكرية الكابينيت سابقا، ومنها القضاء على قوة حماس ومنها السيطرة على القطاع وتبخر حلم حل الدولتين وما إلى ذلك. فالسلوك اليوم، السلوك الإسرائيلي الاستفزازي لأطراف المعادلة، سواء كانوا شركاء، سواء كانوا وسطاء، سواء كانوا على الجانب الآخر، لا أريد أن أقول أعداء، ولكن هنالك سلوك استفزازي إسرائيلي. من شأن هذا السلوك الإسرائيلي حقيقة أن يفجر الأوضاع أكثر وأكثر. ولذلك ربما قرأنا أيضا في الفاينانشال تايمز قبل ساعات أو قبل 24 ساعة لأنه نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أيضا هنالك استعداد من قبل الإدارة الأمريكية إلى انهيار تام فيما يتعلق في مفاوضات هدنة وقف إطلاق النار. هنالك استعداد لسيناريو يتعلق حقيقة بتمدد الصراع على جبهات أخرى، سواء في القدس، في الضفة الغربية، في الجبهة الشمالية، أو حتى في الإقليم. كل هذه السيناريوهات اليوم موضوعة من قبل الإدارة الأمريكية على الطاولة، وتفكر حقيقة كيف ستعمل مقابلها. يعني حاولت إسرائيل أن تشتبك مع إيران، ولكن يعني الموقف الإيراني المتخاذل اتجاه مقتل إسماعيل هنية والرد على هذا المقتل فوت الفرصة على إسرائيل أن يمتد الصراع خارج الإقليم أو داخل الإقليم، خارج حدود فلسطين المحتلة. ولكن اليوم حقيقة ربما تنجح إسرائيل في فتح جبهة في الشمال، فتح جبهة في استهداف المدن والمخيمات داخل الضفة الغربية. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري أنه على المدى القصير على الأقل، يعني خلال الشهر أو الشهرين القادمات، لن يكون هنالك هدنة أو وقف لإطلاق النار ما دامت إدارة بايدن موجودة، وما يريده ترامب أو ما يريده حقيقة نتنياهو أن يضمن سلامته، سلامة عائلته، وبالتالي سلامة خروجه من الحكم من قبل
الإدارة الأمريكية الجديدة المأمولة في دونالد ترامب. نعم، أشكرك سيد مأمون العمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان.